الأستاذ الموسيقار الأستاذ محمد أمين برضو في سؤال. من سنين طويلة كان الفنان الموسيقار العظيم محمد عبد الوهاب كان بيخرج ما في جعبته من موسيقى للشعب، في زينة وفي طبعا ما أكثر من القطع الموسيقية. ثم تلا الفنان أحمد فؤاد حسن وعمل المولد وخطوة حبيبي ويعني إيه، والأستاذ عطية شرارة طيب إحنا بقالنا كم سنة ما سمعناش الموسيقيين قدمونا قطع موسيقية برضو، لأن أنا أعتقد أن كانت الناس في الشارع كانت بتمشي بتغني القطع الموسيقية، يعني صلوا على نور النبي ألفين صلاة عليه يا نبي الله الله. الموسيقيين اللي كانت موسيقى موسيقى كانت بتتغنى، فين النهاردة القطع الموسيقية وفين الفرق الموسيقية وفين الموسيقيين؟ بقى رغم ان الموسيقيين هم موجودين بالنسبة للناس الكبيرة او الناس اللي موجودة، القطع الموسيقية النهاردة اصبحت ما بتتباعش او ما بتتعملش. هو احنا بنعمل الفن كان عشان نبيعه؟ لا يعني ما بيبقاش عليها، ما بيتسمعش. ما لا بيجي يشتري شريط بيبقى عايز الكلمة. انا مش عاوز تبيع شريط، ما في ناس ما بتشتريش شريط. انا مش عاوز الناس اللي ما بتشتريش شريط. لا في حاجة انا عايز اقولها كويس، انت اثرت الموضوع. دلوقتي معظم الاغاني القديمه اللي كانت في حياتنا تحولت الى مقطوعات موسيقيه وما بتكتبش عليها اسماء اصحابها. بالظبط، بيكتب عليه اسم الانسان اللي عزفها فقط. هل ده يليق فعلا النهارده زي ما بيقول الاستاذ حلمي الاغاني القديمه ومعظمها اعتقد ان اللي احنا بنتبرأ مثلا منها اللي بتتحول الى مقطوعات موسيقيه وبتتقال واغاني وحيد ومش عارف يعني ايه، اغاني اسم صاحبها على الشريط، اغاني ليلى مراد، اغاني فريد الاطرش، اغاني محمد فوزي النهارده تحولت الى قطع موسيقيه. هل ده معناه افلاس موسيقي من الموسيقيين؟ هل احنا افلسنا لا ركوب النجاح هو خلق النجاح ركوب النجاح في فرق بين إن او الرجوع الى النجاح في فرق بين الانجاح والنجاح الانجاح ان نفرضك طب نسمع حاجه للاستاذ فريد ده يلا حاجه بدل جنبها
لك انا هنا يا ابن الحلال، تعالى جنبي هنا. ده انا صدقتها. هنا هنا يا ابن الحلال، لا عز جاه ولا كتر مال، ما معيش احلم بعيش املاها انا. مالت لك شنطة على عشان تعالى يا جميل يلا، مالت لك الأفراد شنطة على عشان تعالى، والسلامة طريق فرق انا ورا الشباك، سهرانة بستناك، علمت قلبي هواك من قبل ما جينا هناك. انا سعد وهدى، انا هنا يا ابن الحلال. مدام مريم يعني الست الممثلة العظيمة، وده طبعا يعني انها غنت ولازم ان احنا كلنا نشارك في العملية دي. طب رندا هتغني لنا ايه؟ الاغنية القادمة اعزائي اغنية الحمد لله حمدي وغناء ميادة الحناوي. اول اغنية غنيتها ميادة احنا سمعناها لها، يعني غنت طبعا حاجات قبل كده بس احنا لا. اسمها كان يا مكان. جميلة جدا. كان يا مكان، 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 الحب مالي بيتنا ومدفينا الحنان، مدفينا الحنان، زرنا الزمان سرق منا فرحتنا والراحة والأمان، الراحة والأمان. حبيبي كان هنا مال الدنيا عليا بالحب والهنا، حبيبي يا أنا يا أغلى من عينيا، نسيت من أنا. حبيبي كان هنا مال الدنيا عليا بالحب والهنا، حبيبي يا أنا يا أغلى من عينيا، نسيت من أنا. ده أنا الحب اللي كان لنسيته أوان من قبل الأوان، تراه نسيت اسمي كمان، نسيت يا سلام على غدر الإنسان. والله زمان يا هوى زمان، والله زمان يا هوى زمان، والله زمان يا هوى زمان، والله زمان زمان يا هوى زمان، والله زمان زمان يا هوى زمان. الله 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 صوت فيه في مهامات وفيه عرب ممتازة. انت بتغني كويس، بتحس كويس. يا سلام، سبعين انا بقولها لك بصراحة. بتغني لآلة موسيقية واخترت تونالتي لنفسك من غير حتى ما آلة تديكي، سواء ده في نص مساحة صوتك أو في أولها أو في آخرها، هم اخترتي. ورغم إن أنت اخترتي تحت طبقة صوتك بشوية، إلا إنك سيطرتي على المقام ومسكتي وكملتي، ما عديش تقولي لا 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 ورحت نقلة، لا كملتي. الإنسان المطرب خبرة وأسلوب. ممكن ساعات مطرب في العالم كله يكون صوته تعبان واتزنق وغنى، بيغني بفوق صوته وتحت صوته بيتحايل ويطلع كويس ساعات. فإنما الموضة مثلا بعض المطربين دلوقتي بيغني يقول لك أصلي نسيت صوتي في البيت. لا
ضربة شمس هنا. لا والنبي في ايه؟ والفنان اللي كان يقول لك انا لازم اطلع قبل 12 عشان صوته بينام. وحياة ربنا. انا ما اعرفش يعني مش عاوز اقول ان التلباني. لا مش والله اي حفله بص كده واقول لك اذا سمعت لو ما انا ما طلعتش قبل 12 هروح. ليه؟ صوت بينام. هنسمع عمر بقى. طب الوقت عمر نلحقها قبل صوتها ما ينام. هقول يا اغنيه علشانك يا عمر. لا عايزين نسمع حاجه يعني من الاصوات الذكيه اللي تشوف وتسمع مش تسمع بس. انا شوف الملحن بيغني ازاي يعني. اول ما سمعتها وهي بتغني قدامي قالت حاجات من الفولكلور التونسي وقالت حاجات وبعدين لما جيت احفظها واحنا بنغني في الاستوديو فاديت لها الشريط عليه موسيقى وبعدين انا مغني عليه فرحت واخد الستايل نفسه بتاع الاداء وبدات اسمع شخصيه ثانيه في الغنى. فالانسان اللي بيطوع صوته لعده الوان بيكتسب في النهايه لونه هو بتاع يعني انا مع الصوت اللي بيغني لكل الاصوات يعني. مش مع الصوت اللي بيغني يعني. هي دلوقتي هتقول لنا حاجه من الحان الاستاذ حلمي بكر. انا الاستاذ حلمي عمل لي اغنيه ممكن يسمعوها الاطفال يحبوها ممكن يسمعوها الكبار يحبوها يعني فيها الموضوعين. واحنا بنجمع ما بين الاطفال والكبار. وانا هقول لك شبابيه وانت تسالني يعني شبابيه وانت تقول لي يعني. ماما 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 ما اقدرش اوصف لك شوقي وكتر حنيني وميلي اليك. ارجوك من الغربه تعالى وانت تشوف كل ده بعينيك. ماما ماما ما اقدرش اوصف لك شوقي وكتر حنيني وميلي اليك. ارجوك من الغربه تعالى وانت تشوف كل ده بعينيك. ارجوك 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 تعالى وشوف كل ده بعينيك. ده جميل جدا. في لحن جديد معلش هقول لكم كده لما اطلعوا هو بيعالج برضو السموم المخدرات وحاجات زي كده. فيمكن انا ايه قلت طب اتمشى شويه مع الشباب زي ما بيقولوا. عملت ايه بقى؟ مالا 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 الكاسات كده وسقاني 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 نساني اسم وعنواني وسقاني وسقاني مالا الكاسات كده وسقاني 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 نساني اسم وعنواني وسقاني وسقاني شربت اكتر من طاقتي وتفيد بايه بس سيجارتي ما لقيتش ساعتي ولا بطاقتي ولا قادر اوصل دكاني وسقاني وسقاني مالا الكاسات كده وسقاني 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 يعني اغنيه بقى من عندك. لا اغنيه بقى اغنيه بتاعتك. في اغنيه بتقول مجنونه بيك مفتونه بيك وملهوفه عليك. متشكر قوي. طب اسمع مش قوي اتفضلك شاكرين اتفضلك. مجنونه 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 بيك لو تطلب من عينك بيك مجنونه 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 بيك سيدي منصور ونجيك نزور سيدي منصور
Let's go!